يعني اكيد كانت رحله صعبه مش سهله، واكيد كان في ناس برضو بيقعدوا يقولوا لكم مثلا انتوا بنات. لا انا كأمنية دارسه مقامات صوتيه عادي واخدها دراسه. درست عند الشيخ محمود ياسين التهامي. ما شاء الله. بس الباقي ما شفتوش برضو حد اعترض كده الطريق وقال لكم انتوا بنات ما تغنوش او؟ لا احنا واجهتنا انتقادات كتير اصلا. كتير خالص انتقادات صح؟ انا حسيت لان انتوا يعني شكلكم كيوتي جدا وشكلكم لطيف وشكلكم يعني يعني الناس كده تحس ان ارواح ملائكيه اكتر. طب عملتوا ايه او اقنعتوهم ازاي؟ لان دي موهبه، الواحد بيبقى عايز يطلع موهبته وعايز الناس تتعرف عليه. هو في البدايه كان الموضوع صعب بالنسبه للاهالي اولا جدا لان احنا بنات طبعا كده. فبعد كده لما لقوا ان احنا واخدين المجال حب لسيدنا النبي اول حاجه وان احنا ماشيين في حاجه صح فما اعترضوش يعني خلاص بقى هم بيدعمونا وبيساعدونا. أيوة. والله انتم منورين ما شاء الله عليكم بفكر وبثقافه ويعني رساله جميله، احنا كلنا مفتقدين الجزئيه بتاعت مدح النبي عليه الصلاه والسلام في وسط الدوشه كلها ومع حاجات جميله بتتذاع وحاجات نص نص وحاجات زي ما احنا عارفين كلنا، فلما نلاقي حاجه منوره كده دي حاجه تفرح. شكرا. تدينا امل ان لسه الدنيا بخير ولسه الدنيا حلوه وفيها ناس بتفكرنا بالحاجات الجميله وبالاذواق الحلوه اللي كانت موجوده ايام اهالينا زمان ان شاء الله. حاجه جميله خالص والله، انتوا يعني ملهمين لناس كتيره بتسمعنا يحبوا ان هم برضو يكون لهم رساله، يكون لهم برضو معنى او قيمه بيقدموها للناس، لان انتوا مش مجرد بتغنوا، انتوا اصوات فعلا جميله بس بتقدموا رساله وبتوعوا الناس بشكل غير مباشر، بتلفتوا نظرهم لحاجات وقيم كانت موجودة وحاجات كتيرة. طبعا الوقت مش متاح قوي ان احنا نسمع بقية الحاجة اللي انتوا بتقولوها، بس هنخش على الصفحة ونتفرج زي بقية الناس ان شاء الله.